انما هل اللائحه بتقول لي ان في او يقطع رقبته او ما تخليهوش على الخريطه الرياضيه؟ لا. يعني ايه الغريب فيه؟ انها في نفس الماتش لاعبه عملت مثلا خطا او لاعب عمل خطا وخد يعني عقابه او جزاءه عليه، لكن طبقا للوائح الدوله واللوائح الرسميه للرياضه بتاعتنا انطبقها. انما هل اللائحه بتقول لي ان في او يقطع رقبته او ما تخليهوش على الخريطه الرياضيه؟ لا. يعني في لوائح بتضبطني وتضبطه وتضبط كل الناس. المفروض كمان اللي عايز يحكم سواء بقى صحافة أو كده يبقى برضو اللوائح بتاعتنا بتاعت الدولة تحكمه. فإحنا ما خرجناش برا اللوائح، عملنا اللي يرضي ربنا وعملنا اللوائح، لكن إحنا برضو عندنا مصلحة مصر، الوقف اللي خدته الوقف العام للبطولات المحلية حسب اللوائح. يعني إحنا ما عملناش حاجة برا اللائحة الرسمية بتاعت الدولة. خلاص طبقنا اللائحة، إحنا توقف محلي لمدة كذا، عملنا أديناها لمدة سنة ولا أو أكتر ولا حاجة زي كده. لكن أنت إيه مصلحة الناس؟ خلاص إيه مصلحتك؟ إيه مصلحتي أنا؟ إن أنا أوقفها برة وهي هتمثل مصر وممكن حتى مش حاولك تجيب ميدالية، تشرف مصر في, 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 في موقف معين. طب أنا أحرم بلدي ليه؟ أنا أعتقدها هنا خلاص؟ أحرم بلدي أنا ليه؟ ولا الهدف بس تحطيم بنت معينة؟ مش ده هدفنا. إحنا هدفنا الإصلاح، هدفنا التقويم، وهدفنا ان احنا ننجح في اللعبة، وان هي في اذا كان ممكن تعمل حاجة لبلدها تعملها.